بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل مع أنوار سيرة الإمام علي رضي الله عنه، وقد تحدثنا عن موقعة الجمل الدامية، لكن أكدنا أيضا على مكانة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وأنه قد يخطئ الاجتهاد، ولكنهم أيضا هم الذين حملوا هذا الدين، وهم الذين ضحوا لأجل إنقاذ هذه الإنسانية امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا أكدنا ونؤكد أيضا على بعض الثنائيات التي لا بد أن يستذكرها الناس كدروس وعبر في حياتنا مما نتكلم عنه. فإذا كان مطلوبا حقن الدماء فكذلك لا يتم ذلك إلا مع العدل، وإذا كان المطلوب أيضا الوحدة فلا يتم ذلك إلا مع الحق، وإذا كان مطلوب أيضا الطاعة فلا يتم تمام ذلك إلا مع الشورى، وأيضا السياسة لا بد أن يكون معها تمام التدين والأخلاق والقيم. لا شك أن الإمام علي رضي الله عنه الإمام الراشد حقق ذلك، فكان حريصا على الشورى، وكان حريصا على أن تكون طاعة ولي الأمر حتى لا تكون فتنة، وكان حريصا أيضا على حقن الدماء وعلى وحدة الأمة وإقامة العدل، وهو الذي دين السياسة، أي بمعنى أنه أصر على أن تكون السياسة تابعة للدين وللحق وليس العكس. أيضا الصحابة الآخرون السيدة عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة ما قصدوا إلا خيرا، ما قصدوا قتال الإمام علي رضي الله عنه، اجتهدوا في أمر لم يحالفهم الصواب، فكان أن أخطأوا في اجتهاد قدروه في غير مكانه والله أعلم. ولاحظنا وتوقفنا عند إكرام علي رضي الله عنه للسيدة عائشة على وجه الخصوص، وأيضا هنا ذكرت وألمحت إلى ظهور أو يعني نمو ظاهرة الخوارج. هنا لابد أن نفرق بين مصطلحين قد يتداخلان أحيانا، وهو مصطلح البغاة ومصطلح الخوارج. الباغي في الأصل له فكر سياسي، موقف سياسي تجاه قضية معينة، لكن ليس له بالضرورة موقف عقدي أو فكري مخالف. بينما الخارجي قد يكون له موقف سياسي وموقف فكري وموقف عقدي، كلاهما قد يحمل السلاح وكلاهما قد لا يحمل السلاح في لحظة من اللحظة. لتوضيح ذلك، معاوية رضي الله عنه أو من خرج على علي سماه في البداية من الصحابة، ممن خرج من الصحابة عن علي، المصطلح الشرعي الذي انطبق عليهم هم مصطلح البغاء، وهذا مصطلح قد يستغربه بعض الناس، لكن هذا هو المصطلح الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى ويشملهم. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طبعا الشاهد هنا أنه سماهم مؤمنين، كلهم مؤمنون، وأنهم إنما المؤمنون إخوة، وأنه لا بد من الإصلاح بينهم، وأنه إذا بغت إحداهما على الأخرى فتقاتل التي تبغي، فسمها باغية، وأنه لا بد من العدل في ذلك، وأن نتيجة هذا الصلح هو الرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء يخرجون على الإمام الحق بغير حق لموقف سياسي معين، موقف ما. لكن ماذا يفرق الخارجي عن البغاة؟ الخارجي إضافة إلى أنه يخرج على الإمام الحق بغير حق يكون له فكر عقدي معين، فهو تجده مثلا في فقهه ظاهريا، في طبعه غليظا، فيه قسوة، فيه شدة على الناس، فيه سطحية في فهم الأحكام وظاهرية، فيه أن يصل الأمر أحيانا به إلى تكفير المخالف وإلى تكفير الناس، ثم قد يخرج بالسيف وقد لا يخرج بالسيف. لذلك علي رضي الله عنه من كان من الخوارج لم يخرج بالسيف لم يقاتله الإمام علي رضي الله عنه، فقد قاتل من خرج بالسيف وروع
المسلمين، فهو يبنيه على فكرة عقدية وخاطئة بطبيعة الحال، ويبنيه على موقف سياسي أيضا، وهو ربما يريد الخير. بالمناسبة أكثر الخوارج في ذلك الوقت كان يظهر عليهم سيما العبادة والصلاح كما سنذكر من بعض أحوالهم، لكن البغاة في النهاية ليس بالضرورة كلهم كذلك. لما ننظر إلى معاوية رضي الله عنه وإلى علي، العقيدة واحدة والفكر واحد والإسلام واحد والإيمان واحد والفقه واحد، ما عندهم اختلاف في هذه القضايا، لكن الخارجي لا، كان عنده أفكار فيها تكفير وفيها فقه تخالف منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. إذن الباغي موقف سياسي معين للحظة معينة، من خرج على الإمام الحق بغير حق، وسبيله الإصلاح أو يقاتل إلى أن يخضع للحق والعدل. الخارجي له مع الموقف السياسي فكرة وعقيدة وفقه وموقف وسلوك وأخلاقيات معينة، وربما حمل السلاح فيقاتل إذا حمل السلاح أيضا. وعندما ننظر في هذه الآية الكريمة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وسماهم مؤمنين، ومنهج الإسلام في معاملة الخارجين أنه لا يقاتلون إلا إذا حملوا السلاح، وأنهم إذا وضعوا السلاح لا يجهز على جريحهم ولا تؤخذ أموالهم غنائم، وأن الأصل الإصلاح والأصل الهداية والأصل الحوار، هذه واقعية هذا الدين وعظمة هذا الدين في إيجاد حلول لكل المشكلات. ظهرت قضية أخرى من آثار هذه القضية، قضية معركة الجمل، قضية عمل المرأة السياسي، وخاصة أن السيدة عائشة خرجت على قيادة أو في قيادة جيش كما رأينا. هنا أبو بكرة رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عصمني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فمن هنا انتشر هذا الحديث عن أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهو لما رأى أن على قيادة الجيش سيدة عائشة رضي الله عنها حكم هذا الحديث، فعلم أن الحق مع علي رضي الله عنه. نحن نقول الحق مع علي رضي الله عنه، والآخرون أخطأوا الطريق في مواجهة الإمام علي، هذا لا شك فيه. لكن عندما نقف مع هذا الحديث وقد أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه، نجد للعلماء ثلاثة آراء، أو لبعض أهل العلم على الأقل ثلاثة آراء في هذا الحديث. الرأي الأول الذي يقول إن في سنده علة وفي متنه علة، العلة هو الأمر الذي قد يقدح في حديث ظاهره الصح، هذا رأي. والرأي الثاني أنه خاص في قوم خاصين، وهو أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا قد ولوا على أمرهم امرأة، قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنه أي أنه خاص بهم هذا الحديث. والرأي الثالث أنه عام طبعا وأنه صحيح. إذا قلنا إنه عام، طيب كيف نعالج مثلا قضية حديث القرآن عن ملكة سبأ، وأنها كانت سببا في نجاة قومها فضلا عن وقائع تاريخية أخرى؟ ومهما يكن من موقف الناس في هذا الحديث، لا شك أن دور المرأة سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي أو الفكري في المجتمع الإسلامي كان دورا بارزا وواضحا وحاضرا، وهذا ما أكدته كثير من النصوص القرآنية وغيرها من النصوص الحديثية، وبالتالي هذا أمر يعني لا نحتاج أن نؤكده كثيرا. نتناول بعض تبعات قضية معركة الجمل، وهي استشهاد الزبير رضي الله عنه واستشهاد طلحة، وأيضا سنمر على تبعات أخرى، استمرار تمرد أهل الشام وما حصل من التحكيم وتمرد الخوارج أكثر فأكثر إلى استشهاد الإمام علي رضي الله عنه. بالنسبة للزبير رضي الله عنه، الزبير قلنا أنه في ضحى النهار في وسط النهار قبيل الظهيرة من معركة الجمل توقف عن القتال. هل بسبب أنه ابن عباس راجعه؟ هذا رأيه. هل أنه تذكر حديثا تقاتله أنت ظالم وقلنا لكنه ضعيف؟ هل لأنه رأى عمار مع علي وقال واستذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية؟ هذا محتمل. أو أنه في الواقع تنبه إلى أنه هو لم يخرج أبدا لقتال علي، وبالتالي انسحب من المعركة مباشرة لما انتبه إلى ذلك. هو لما دخل المعركة قال لعبد الله بن الزبير ابنه، قال له: لا يقتل اليوم أو يقتل اليوم ظالم ومظلوم، ولئن قتلت لأقتلن مظلوما. إذن هذا إنسان كان يبحث عن الحق
وبمجرد ما يظهر له الحق لا يمكن أن يستمر في باطل بلحظة من اللحظات. هذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير. هذا الذي قال فيه عليه صلى الله عليه وسلم في حديث سنده حسن: قاتل ابن صفية في النار. إذن هذا من العشرة المبشرين الجنة. لما ظهر له الحقيقة انسحب مباشرة فكر راجعا إلى المدينة. تقول الروايات إنه في طريق إلى المدينة مر بقوم الأحنف ابن قيس، فقال قائل ولعله من أهل الفتنة أنه ما بال هذا الرجل جمع الناس حتى إذا التقوا كر راجعا، فلحق به واسمه عمرو ابن جرموز. فبعضهم يقول إنه شاغله وهو يصلي، يعني كان الزبير يصلي فطعنه وهو في صلاة، وبعضهم يقول إنه تبعه إلى وادي السباع فاستشهد على إثرها وجيء بالزبير إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار. إذن هذا موقف علي، أن هذا الإنسان عظيم مؤمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانسحب نصرة للحق ورفضا للباطل. أيضا استشهد طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين في الجنة. طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن تيم بن مرة أو ابن مرة، يلتقي مع أبي بكر الصديق في النسب. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد دفاع المستميت، إذ أفرد النبي عليه الصلاة والسلام باثني عشر رجلا، أحد عشر رجل من الأنصار والثاني عشر هو طلحة بن عبيد الله. الأحد عشر من الأنصار قاتلوا فاستشهدوا جميعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة تقول الرواية الصحيحة قاتل قتال الأحد عشر، وكان ردءا وحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. مواقفه كثيرة، لكن كيف قتل واستشهد رضي الله عنه أرضا. رواية أوردها الذهبي وغيرهم من المؤرخين أن مروان بن الحكم رماه في المعركة بسهم فاستشهد على أثره، وأن مروان بن الحكم التفت إلى أبان ابن عثمان ابن عفان قال: قد كفيناك بعض قتلة أبيك. طبعا هنا أنت تستغرب، الإنسان يستغرب كيف يكون طلحة من قتلة عثمان وهو الآن يخرج في جيش للطلب بدم والثأر لعثمان، كيف يكون هذا؟ لذلك بعضهم يضعف هذه الرواية ويردها، وبعضهم يقول بل سندها صحيح. إذن سنرى اختلافات المؤرخين والنقاد في مثل هذه المواقف. لكن الذي يذكره ما يذكره بعضهم أن طلحة كان في حياة عثمان ينتقد عثمان في بعض المواقف، وأن انتقادات طلحة لعثمان في بعض المواقف ربما استغلها أولئك الثائرون المتمردون أصحاب الفتنة. أما طلحة نفسه فكان ممن يخرج على عثمان فحاشا وكلا، ولم يحصل ذلك بحال من الأحوال، ولم يحرض ضد عثمان بحال من الأحوال. إذن استشهد طلحة ابن عبيد الله بقطع النظر كيف استشهد، ولكنه أمر الله سبحانه وتعالى. يرون عن علي حديثا مرسل يقول: ليتني مت قبل هذا لما علم أو رأى استشهاد طلحة ابن عبيد الله. لا شك هنا علي رضي الله عنه الذي أخذ الأمر بالحسم والحزم والقوة والشجاعة والحكمة الكاملة ومتابعة الأمور واتخاذ القرار الصعب في وقته أنهى هذا الموضوع نهائيا، ولكن بقي أمامه مشكلات أخرى كبرى كيف سيواجهها، وهي قضية موقف أهل الشام وموقف معاوية رضي الله عنه. فماذا كان بعد ذلك؟ لعلنا نواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.